حمدا لرب واهب الإيمان مطهر القلوب بالقرآن، ثم صلاة مع سلام جاري على النبي المصطفى المختار. فهذه خلاصة الأسباب لقسوة القلوب يا أصحابي، وبعدها لقسوة مزيل، فلتدرها يا صاحب الجليل. مجموعة منسوبة لابن رجب، نافعة مصلحة لمن طلب. فذكروا من مفسد القلوب إكثاره من سائر الذنوب، وبعده الإكثار في الكلام من غير ذكر الخالق العلام. وهكذا إفراطه في الأكل مثبط عن فرضه والنفل، وهكذا إكثاره للضحك يميت قلبا غافلا ويهلك. ونقض ميثاق مع الرحمن ذي موجبات قسوة الجنان، وبعدها نشرع في المزيل لقسوة القلوب يا خليلي. فذكره لربنا الإله من غير قلب غافل أو لاهي، ورحمة اليتيم والمسكين موقظة لقلبه السجين. وذكره لهاذم اللذات حضوره لمدفن الأموات، ونظر في دار قوم هلكوا وقومهم لدورهم قد ملكوا، وأكله لرزقه الحلال. وتم ذا الكلام بالإجمال. مغفرة يا ربنا لابن رجب وناظم وقارئ ومن طلب، والحمد لله على التمام حمدا كثيرا سائر الأيام.